بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بكم في حلقه جديده من حلقات منصه التعليم والتقييم عن بعد لمعلمين جوجل كلاس روم. في الجزء السادس بنتكلم على ازاي ممكن نستخدم برنامج الزوم اللي هو بيعمل عمليه اتصال عن بعد مع جوجل كلاس روم للتعليم عن بعد. في هذه الحلقه المميزه هنشوف ازاي ممكن نستفيد من قدرات البرنامجين في نفس الوقت. طبعا احنا عايزين نوصل لبرنامج الزوم الشهير. بمنتهى البساطه بنكتب زوم في جوجل، ولما بنكتب زوم كلاود ميتنج بنبدأ نحصل على الرابط الخاص ببرنامج الزوم اللي هو مكتوب ان زوم كلاود ميتنج. طبعا الزوم زي ما احنا عارفين ممكن ينزل على الموبايل، ونفس الوقت ممكن تنزله على الكمبيوتر وتستفيد من قدراته على الكمبيوتر. مجرد ما انت بتدوس على داونلود ليه بيبدأ يظهر الرابط زي ما احنا شايفين اسفل كده، ومكتوب انه الزوم الاكس اي بتاعه او اللي هو الرابط التفعيل ليه ابتدى ينزل عندك. طبعا انت بتبدأ بعد كده زي ما احنا شايفين بتدوس عليه، بتعمل دبل كليك بيبدأ يظهر لك البرنامج بالشكل اللي احنا شايفينه، ونبدأ ندوس كلمة ران بحيث انه يبدأ يفعل البرنامج. مجرد ما بندوس كلمة ران بنبدأ بعد كده البرنامج يبدأ ينزل، يقول لك join meeting، يعني لو انت تحب انك تدخل في meeting. طبعا لو انت حبيت ان انت قدامك حاجة من اتنين، يبقى تسجل تسجيل جديد لو انت مش متسجل، او ان انت تستفيد بان انت موجود على نظام جوجل. فلو انت موجود على نظام جوجل وده الافضل، ممكن تربط البيانات بتاعت جوجل ببرنامج الزوم، فبتقول له sign in with جوجل، يعني بتبدأ يستغل البيانات بتاعتك اللي موجودة على جوجل او على الفيسبوك لو نفس الجهاز بتفتح عليه الفيسبوك انه يستخدمها في الزوم كلاود ميتنج. وهو ده احسن حاجة، ان في توافق ما بين الزوم وما بين جوجل. فقدامك حاجة من يعني ممكن ان انت تحط ايميل وتسجل تسجيل جديد وباسورد جديد، او ان انت تستغل ربطه ببرنامج جوجل. فلو احنا ربطناه ببرنامج جوجل او بالفيسبوك هيقول لك طيب ابدأ دخل كلمة المرور، وطبعا هو بيقول لك انت على جوجل ايميلك ايه هو ايه واسمك هو ايه، ثم بعد كده بتقول التالي. مجرد ما بتضغط التالي بيقول لك طيب كرييت اكاونت، بقى تحاول تعمل اكاونت على زوم وتربطه بالايميل الخاص بتاعك، وتبدأ تعمل لونش. بقى بعد لما بتعمل كده بتبدأ تعمل لونش، او ان انت تبدأ بتفتح برنامج الزوم. بمنتهى البساطة البرنامج سهل جدا، وادي سكرين بتاعته الاساسية زي ما احنا شايفين فيها اربع حاجات مهمة جدا. اول حاجة نيو ميتنج، دي معناها نيو ميتنج معناها ان هو برنامج تفتح ميتنج جديد او اجتماع جديد. وسكادول معناها ان انت هتعمل جدولة لي او ميعاد، تحدد ميعاد في الجدول بتاع جوجل اللي بيسموه جوجل سكيدول، على في ميعاد معين انك تعمل فيه الاجتماع. او جوين لو كان في اوريدي اجتماع معمول وانت مبعوت لك اللينك بتاعه والباسورد واليوزر نيم بتاعه. او شير سكرين لو انت عايز تخش وانت مثلا بتشير الشاشه بتاعتك. الشاشه بتاعتك ممكن تكون بقى برزنتيشن او ويب سايت او كده زي ما احنا هنشوف. طيب مجرد ما بتخش طبعا على نيو ميتنج زي ما قلنا، لو دخلت على نيو ميتنج هيقول لك دلوقتي ان ده هتخش على طول، هتلاقي الشاشه بتاعتك هيقول لك تحب تخش بالكمبيوتر ايديو، يعني بالصوت بتاع الكمبيوتر بالمايك بتاع الكمبيوتر، ولا تحب تحط كمبيوتر. لو انت دخلت بالصوت بتاع الجهاز، لو انت عندك لابتوب وفي مايك اوريدي كويس مفيش مشكله، لا اما او ان انت ممكن تركب. لو انت ما عندكش مايك كويس في اللابتوب بتاعك او في الكمبيوتر بتاعك ممكن تركب مايك. لو قلنا join with computer with audio مثلا بيبقى زي ما انتم شايفين الشاشه، زي ما انتم شايفين فيها ممكن تظهر تستخدم الصوت بتاعك، او ممكن من تحت خالص ممكن تقول له stop video لو انت مش عايز تظهر الشكل بتاعك في الزوم. وزي من الشاشة الأساسية زي ما احنا شايفين فيها join audio لو انت عايز تشارك بالصوت، او stop video لو انت عايز ما توقف، لو دوست عليها توقف الصورة او الفيديو بتاعك. وهنا ناحية مكتوب manage participant اللي هنا ديت اللي هي الراسين اللي جنب بعض دول، دي معناها manage participant دي معناها ان انت تشوف مين اللي موجودين. طبعا في واحد بس لان انا اللي كنت دخلت. chat هنا لو عايز ان انت تعمل chatting معاهم، يعني تبقى هتطلع بانل ناحية اليمين كده ممكن تعمل chatting بالكتابة بدل ما بالصوت. شير سكرين لو انت عايز تشير سكرين، عايز تشير شاشة وليكن باوربوينت او حاجة زي كده. وطبعا ريكورد لو انت عايز تسجل هذا الميتنج، ورياكشن لو انت عايز تبعت سمايلي فيسز او تبعت حاجات زي كده. طيب دي بالنسبة للشاشة الرئيسية.
هنقول ان احنا هنعمل جوين ويز كمبيوتر اوديو وهنبدا ندخل على اجتماع. طبعا دي اول حاجه لو انا في ميتنج وعايز اخش عليه مباشره، دي اول اختيار اللي هو نيو ميتنج. الاختيار الثاني سكادول، اللي انا عايز اعمل سكادول او جدوله لهذا الميتنج او لهذا الاجتماع. بمنتهى البساطه بيطلع لي شاشه زي دي، اول حاجه فيها ان انا بقول ايه هو اسم الاجتماع عشان خاطر الناس اللي هتخش تبقى عارفه اسم الاجتماع ايه. تاني حاجه والمهمه جدا ان انا بقول ان انا استخدم الجوجل كالندر، دي مهمه جدا جدا ان انا استخدم الجوجل كالندر عشان خاطر يربط لي مع الاشياء الاخرى الخاصه بجوجل زي ما قلنا. طيب واقول له طبعا بعد كده سكادول، اعمل لي بقى سكادول. هيقول لي طب انت عايز تعمل سكادول، طب يبقى بعد كده يبقى لازم تعمل منح تطبيق الزوم الاذن انه يشوف يخش على السكادول بتاعك ويعدل في جميع تقاويمك، او يعني يشوف انك تسمح للزوم انه يستخدم الجوجل سكادول. طبعا انت بتقول له سماح، بتخش بقى هنا على السكادولينج بتاعتك وبتكتب في المكان الاولاني ده بتكتب التاريخ والميعاد اللي انت عايز تعمل فيه الجدول بتاعك او اللقاء الزوم. طبعا ممكن زي ما قلنا ممكن تغير الاسم بتاع الاجتماع وتحط الاجتماع اللي انت عايزه. تاني حاجه بتعمل هنا بتدي اهم حاجه اللي هي جنب المكتوب جنب علامه السكادول دي او علامه الجدول اللي هنا دي، بقى بتختار منها انت عايز تجدولها تبع ايه في تبع جوجل. يعني لو دوست على السهم الصغير ده ورحت فاتحه هتلاقي فيه لستة الكلاس رومز بتاعتك اللي انت عاملها على جوجل، او لستة الفصول الدراسية الافتراضية اللي انت عاملها على جوجل اللي هي تبعك. بتختار منهم اي واحد من فصولك الافتراضية دي عايز تعمل الجدول ده او تعمل لقاء زوم ده تبعه، فممكن تختار اي واحد منهم زي ما قلنا وتبدأ تختار تقول هو ده اللقاء ده خاص بالفصل الدراسي الفلاني بتعلم عليه. او لو انت سبتها لاسمك بس، لو اسم الاولاني والاي الاسم بتاعك دوت، معناه انت ممكن تستخدمه مع اي حاجة تانية. لكن لو تستخدمه مع فصل دراسي معين ممكن تختار الفصل الدراسي من هنا. في طريقة تانية، في طريقة تانية طبعا مهمة، ان انت هتروح نازل على البوكس اللي تحت دوت، هتروح واخد هذه المنطقة اللي انا معلم عليها بالاحمر كوبي، وهتروح على الفصل الدراسي بتاعك وتروح حاطط في الستريمينج في ساحة المشاركات، تروح حاطط اللينك ده وتحط بقى ايه اسم الميتنج واللينك بتاعه والميتنج اي دي والباسورد، وتحطها في ساحة المشاركات بتاعتك تقول مشاركة مع الفصل بتاعك، بحيث ان الفصل بتاعك يبقى عارف ان في ميتنج في هذا الميعاد او في وقت معين. طبعا ممكن تحدد لهم الميعاد وتكتب اناونسمنت او تكتب في ساعه المشاركات تقول لهم والله يعني ارجو الحضور في الوقت الفلاني لحضور الاجتماع او اللقاء المباشر معايا الساعه كذا، او مثلا ان انا هقوم بشرح محاضره الساعه كذا. يبقى معنى كده ان انت ممكن تشارك الزوم ميتنج بتاعك مع الطلاب زي ما احنا شايفين بمنتهى البساطه. وزي ما احنا شايفين في قدامنا بيبقى كاتب بقى هو الميتنج هيبقى امتى وكده، بحيث ان الطلبة تقدر تخش عليه، وطبعا بيبقى واضح انه مثلا هيبدأ بعد كام ساعة بعد كام دقيقة وهكذا. مجرد ما بتخش على الميتنج زي ما انت شايف مجموعة الطلاب بتبقى موجودة، بتقدر ان انت طبعا لازم اول حاجة ان انت تخلي الطلبة كلها تقفل مايكاتها زي ما احنا شايفين كده، تقفل المايكات بتاعتها. وطبعا انت ممكن تتحكم، ممكن انت تخليهم يقفلوا المايكات، او ان انت تخليهم او انت تقفل كل المايكات لما تيجي تخش تقول كله يقفل المايكات بتاعه. طبعا مش كله بيقفل، عشان كده انت بتحاول دايما تحط اناونسمنت يا جماعة اللي هيخش خلي بالكم تقفلوا الفيديو تقفلوا المايكات عشان خاطر ما يحصلش ديستربنس جوه الكلاس روم. وطبعا بعد لما بتلتقي بيهم فيس تو فيس كده ممكن تخليهم لو النت عندك مش سريع قوي ممكن تخليهم كمان يقفلوا الفيديو، بحيث ان في اول اجتماع بس تسلموا على بعض، بعد كده تبداوا تتكلموا بالصوت، خلوا واحد اللي بيتكلم بس هو اللي بيظهر وبقيه الاشخاص يقفلوا الصوت والفيديو، بحيث ان ما يحصلش ما يكونش فيه تحميل تقيل على البرنامج وبالتالي ممكن ياخر يخلي الصوت يتأخر شوية أو يبقى فيه تحميل على النت. أما لو النت كويس والباندويتس بتاعك كويس والسرعة عالية مفيش مشكلة، ممكن كلكم تشوفوا بعض بشكل واضح وبشكل يعني مباشر.
طبعا انت ممكن في امكانيات جوه برنامج الزوم في منتهى البساطه، منها ان انت ممكن تعمل شير، يعني ممكن تعمل شير. لو رجعنا تاني في برنامج الزوم شير، زي ما قلنا ممكن تقول شير، ممكن تشير السكرين او تشير حاجه اللي هي الوايت بورد. الوايت بورد دي مهمه جدا، ان انت ممكن تشير الوايت بورد او يعني سبوره بيضه خالص، ممكن تشيرها بهذا الشكل. وهذه السبورة البيضاء لما نرجع تاني ممكن تكون تقدر تكتب فيها تكست، أو حتى ترسم عليها، أو تحط تعليمات معينة عليها. كل دي وحتى وتمسح فيه طبعا إريزر، وفي حاجات كتيرة، وممكن حتى تغير الفورمات بتاعتها، فورمات الوايت بورد تغيرها. فدي من ضمن إمكانيات برنامج الزوم اللي بتخليك إن أنت تستخدم برنامج الزوم في التدريس والتعليم عن بعد مع جوجل كلاس روم. يعني تقدر إن أنت تستخدم السبورة اللي موجوده في الزوم، الوايت بورد الموجوده في الزوم، عشان تكتب عليها تعليمات، او ان انت ترسم عليها رسومات، او ان انت تشاركها معاهم بحيث ان هم يقدروا يعني تسهل لك في العمليه التعليميه زي ما احنا عارفين. طيب لو حبيت انك تنهي الاجتماع بمنتهى البساطه، بتدوس على اند ميتنج واللي موجوده تحت هنا، وبتدوس عليه ويروح قافل الاجتماع، بحيث ان بعد كده الطلبة تقوم بالمهام اللي انت وكلتهم بيها. ارجو ان تكون هذه الحلقة السريعة قد حاز على اعجابكم باذن الله تعالى، وباذن الله تعالى الى حلقات قادمة عن منصة التعليم عن بعد جوجل كلاس روم، ومنصات اخرى للتعليم عن بعد، وكيفية الاستفادة من كل هذه البرامج في موضوع التعليم عن بعد والتعليم الالكتروني. وتحياتي لكم ودعواتكم باذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.